ترقبوا في الساعة 6:30 مساء البث المباشر، المهرجان الخامس، الحسين علم، تقوى وصدية أخلاق، النجف، الثلاثاء، 24 من محرم من الحرام لعام 1441 للهجرة، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وتحت شعار عاشوراء قرآن تربية أخلاق عزاء. وسيتضمن المهرجان تلاوة القرآن وإلقاء القصائد الحسينية الرسالية، وسيلقي عدد من الخطباء محاضرات وعظ وإرشاد ونعي مصاب واقعة الطف. وسيتضمن أيضا إلقاء بحوث حوارية في سلاسل بحوث السيد الأستاذ بمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية. غالب العمل رب السماء، واللي يحب حسينه خلي يضبط دينه، واللي يحب حسينه خلي يضبط دينه، واللي يحب حسينه خلي يضبط.